بقول لك سامي اتقبض عليه، انت ما بتتكلمش ليه؟ عارف خلاص الحيم عمال يعلم على واحد واحد فينا والدور الجاي يا سيد يا سيد عشان خاطر النبي شغل شويه الجيلي اللي جوه الجمجمه دول. انا اللي ساجن سامي. اه هو مين اللي عمل عقود بيع وشراء القصر والمركب؟ مش سامي؟ لما رحت له انت ورحيم مش كان جاهز بالعقود؟ اه يبقى كان عارف كل حاجه اهو، ما قالكش ليه؟ بلاش. مين نقل شركة أمينة لحلم ورحيم وضغط على اخواتها علشان يتنازلوا عن حقهم؟ لا حاسب حاسب. أهل أمينة ناس طيبين وغلابة ما كانش عايزين يخش عليهم مال حرام من أصله. أنت بتاكل من الكلام ده يا سيد؟ هو في مال حلال الأيام دي؟ خلاص سامي باعنا. أنا مش عارف أنت هادي كده ليه ولا بتتحرك من يوم ما خرج رحيم وأنت بتحط عليك وبتلطش لك وما بتعملش أي حاجة. أنا مش فاهم فين سيد بتاع زمان. لا يا عماد أنا ما بتحطش عليا وانا مش ساكت من اساسه. مش ساكت؟ طب عرفت هشام فين؟ يا حب عرفت انا بدور على هشام ليه؟ فهمت؟ هشام ده لو ما لقناهوش مش هنلاقي اي كارت ضغط على رحيم. لازم تتحرك، لازم تتحرك يا سيد، انا في مشكله كبيره انت مش فاهمها. يا عم مشكلتي انت هتحاور عليا؟ انت عمال تلاعب رحيم عشان السنيوره. لاعب رحيم عشان السنيوره؟ مش بقول لك مش عايز يشغل الجيل اللي جوه الجمجمه. يا سيد شحنه الحديد بتاعتي اللي دخلت عن طريق شركه امينه. الشحنة دلوقتي في المخازن والشركة تحت ايد مين دلوقتي؟ يا نهار طين. فهمت بقى انا ليه بقول لك كده؟ الشحنة دي لو فضت كل يوم انا بخسر، كل يوم تأخير بخسر، ورحيم ممكن يتلكك لي على اي حاجة علشان يخلينا اخسرها كلها. عشان كده لازم نتحرك، لازم نجيب هشام يبقى تحت ايدينا، يبقى معانا اي كارت ضغط على رحيم. تلاش يا عماد تلاش يا جرع. أشوف يا سيد. ماشي اتش الشومة. قوم نام فوق. سيبيني انام هنا بس. ما قلنا هشام هو انت ليه ما بقيتش تحبني زي الاول؟ بس ما سيبيني انام وانا اول ما اصحى احبك زي الاول. ما طبعا بنات وخروجات وسهر، هتحبني امتى؟ سهر ايه بس؟ انت بس اللي دماغك مسوحاكي وفاكراني بعمل حاجه غلط. فيها ايه يعني لما اسهر مع اصحابي حب؟ اسهر بس من غير بنات. يا حبيبتي البنات اللي انت بتتكلمي عنهم دول دول اصحاب اصحابي والله. ما يعني مبقاش قاعده زي البتنجانيه هنا كده وانت على طول خارج ومع اصحابك. طب خرجني يعني. اول ما اخد اجازه هخرجك والله العظيم، بس فيني والنبي انام دلوقتي. يعني انت كده نمت خلاص؟ خليك نايم. ايوه هات المخدة. احمد تمام ساعتك فن. محمود قال لي ان هو استلم منك ملف رحيم. محمود ظابط شاطر، انا عاوزك تتعاون معاه وتسهل لي كل المعلومات. الله تؤمر بيه سعادتك. تفتكر انا سحبت منك ملف رحيم ليه؟ ها؟ ما تعودناش في شغلنا يا فندم نسال الاسئله دي. ده المفروض، بس عشان انا عارفك كويس عارف ان جواك ألف سؤال وسؤال. اللي تشوفه سعادتك برضه يا فندم. الصح والغلط مش انت اللي تحددهم من مكتبك يا حضرة الظابط، والا كل ظابط في الجهاز بقى يشتغل من دماغه. في حاجات يا فندم مش محتاجه تفكير. لما الواحد يلاقي مجرم بيكبر قدام عينه يسيبه ولا يرجعه السجن؟ لا يرجع السجن، بس يرجع امتى ويرجع ازاي ده الفرق بين حد قاعد في مكتبي وحد قاعد في مكتبك. سمي الفرق ده بقى خبرة، سمي رؤية، سمي معرفة، زي ما تسمي سمي. يا باشا أنا عمري ما تخطيت حدودي وعارف بعمل إيه كويس وبستنى التعليمات إمتى. هو أنت لو ظابط عادي بالنسبة لي يا أحمد كنت صدقت الكلام ده، إنما أنت ظابط شاطر، والظابط الشاطر يعرف إمتى القضية اللي هو بيشتغل عليها هتتحول لطار شخصي. انت عارف ان احنا هنا بنشتغل بألف طريقه وطريقه، مفيش ولا واحده منهم ليها علاقه بالطار. شهد الله صادق.
لو في طار بيني وبين رحيم كنت رجعته السجن من تاني يوم هو خرج فيه، ودي اسهل حاجه في الدنيا وسيادتك عارف. بس عموما المقدم محمود ضابط شاطر وربنا يوفقه، كل واحد بيخدم الوطن بطريقته. تأمرني بحاجه ساعتك؟ بعد نسيتك. ايه يا ابني انت هو ده؟ عبيط يا ابني انت هو؟ وصلت لحاجة جديدة في ملف مسعد القتيل ولا ايه؟ ايوه يا باشا، سنة 2009 مسعد اتمسك في خناقة، تفتكر مين كان معاه بقى؟ هشام السيوفي أخو رحيم. هشام أخو رحيم؟ وبعد ما رحيم اتسجن التحريات بتقول إن هشام ومسعد اشتغلوا سوا مع بعض في الترامادول واتمسكوا، بس خرجوا لأن البضاعة مش معاهم. أنت عاوز تقول إن هشام هو اللي وزي مسعد يحط المخدرات لداليا في مكتبها؟ ازاي يعني؟ مش جايز رحيم بعد ما عرف ان عماد خطب داليا حب يعمل لها حوار كبير قوي عشان يخرجها منه يرجعوا لقربوا بعض تاني؟ مش بعيدة قوي دي؟ مش بعيدة على دماغ رحيم. لا لا ما اعتقدش. انا بقى اعتقد يا باشا، خليك انت في سكتك وانا همشي في سكة تانية خالص. سكة ايه؟ هبقول لسيادتك بعدين. تفضل يا باشا. ايوه امتى؟ طب انا جاي حالا. معرفش. بس روح قول اللي بعتك عيب. ما تقول لها يلا. طب يلا اصحى. اطلع! انتي مين وبتخبطي كده ليه؟ سيد! استني هنا! مش بكلمك! مين دي يا سيد؟ مين دي؟ دي يا مراتي، سلمي عليها. يا نهارك اسود ومنيل بستين نيله، انت بتتجوز عليا انا يا سيد بتتجوز عليا؟ ترمي نفسك وتكلمي بادب بدل ما مد ايدي عليك. كمان تمد ايدك عليا؟ كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجه وحشه؟ عمري قصرت معاك في حاجه يا سيد؟ لا وانت قصرتي في حاجه يا رحاب، لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوك وابوك تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مره قلتلك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي، وانا راجل وليا طلبات، ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام، ولا ده هيكون بالنسبه لك 100 100 لو انا مش متجوز. بتباني يا سيد بعد كل اللي عملتهولك؟ بتباني بعد وقفتي جنبك؟ انا ما بعتكيش يا رحاب، وقفتي جاهزه جوه من مجاميعه، وجيهان موافقه تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله، ولا تركبي شطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجاني؟ انا اللي استاهل، انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك،
واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحمله. كنت بقول معلش معلش استحملي، اهو ابو بناتك وعشرة عمرك. كنت مطوعاك في كل حاجة ومصدقك في كل حاجة. انا اللي استاهل، استاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد ابويا واخويا من بيتهم. انا اللي استاهل عشان كنت عايزة ارجع اخويا السجن تاني. وكل ده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين انا مش عارفة؟ كنت بصدقك ازاي انا مش عارفة مش عارفة؟ عشان عارف ان قد ايه بحبك يا رحيم. وانا بكرهك، بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره ابويا وبكرهكم كلكم، بكرهكم كلكم. بتشوفي لك حته يا جهام ما تنفذيش انت. يو رحيم بيه، نزلوه. عملت يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ ما كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه اجري. ايه اجري؟